واصلت هيئة التشاور والمصالحة في العاصمة عدن اجتماعها العام برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي وبحضور نوابه عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميل علي رجاء والقاضي أكرم العاملي بمشاركة 37 عضوا من قوام الهيئة. وناقشت الهيئة العامة في اجتماعها لليوم الثاني على التوالي المواجهات العامة لخطة عمل الهيئة وفقا ومهامها في إعلان نقل السلطة. وقرر المجتمعون أن تقوم رئاسة الهيئة وفقا للمقترحات المقدمة بوضع مسودة لمواجهات عمل الهيئة وأخرى لهياكل اللجان الدائمة حيث سيتم التواصل مع الجميع لإثرائها ومن ثم إقرارها بعد التوافق عليها في أقرب وقت.